اوكي النهارده هنعزف مع بعض موسيقى تكنو وهنشوف ازاي نعزفها لايف. طبعا موسيقى تكنو دايما بيعملوها على الكمبيوتر، وعلى الكمبيوتر طبعا سهله لان في فرصه انك انت تعيد وتكرر وتجرب عشرات المرات. هنا بنحاول نعزفها لايف. موسيقى التكنو موسيقى سريعه، هي 128 بيت بير منت او اسرع، يعني 128 بيت كل دقيقه او اسرع من كده. ولازم نختار لها صوت، يعني صوت يكون في سبيس او فيوجن، صوت فضائي، في مؤثرات صوتيه، وفي ايكو او في ديلي طويل. انا اخترت ايقاع هنا تكنو. اللحن اخترته بلوز، 12 مزوره يتكرروا تاني، واللحن السلم بتاعه سلم بلوز خماسي. اللحن خليته حاجه زي كده. هندخله مع ايقاع، وهندخل شويه بيز ونشيل شويه البيز، وندخل ايقاع ونشيل شويه الايقاع، وندخل مصاحبه، نركبهم مع بعض كده ونحاول نطلع حاجه كده تكون كونسيستنت او متوافقه مع بعض.
That's what's up. All right.